السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، نهاركم سعيد إن شاء الله. مرحبا بكم كثير عبر فضائية الشروق، نلتقيكم من الأحد وحتى الخميس على الهواء مباشرة من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 3 ظهرا. نعتبر غرفة للكورونا، وخليك في البيت، خليك في البيت، ترند معروف عالميا إنك بتحمي نفسك كوقاية وكعلاج بإنك تكون موجود في منزلك من جائحة الكورونا. كل المتابع للأخبار العالمية والمحلية بيشهد أو بيشاهد الأرقام الكبيرة جدا، يعني في الدول الكبرى يعني الأرقام ماشية بالمئات يوميا بتزيد، ونحن للأسف ماشيين على نفس الخطى. يعني لحد إحصائية الأمس اللي هي كانت 86 حالة ظهرت بعد ما كنا بنظهر حالات اللي هي رقم عشرينات، كانت الأرقام صغيرة ولكن للأسف ارتفعت. وده الشيء الملاحظ أنه في الشارع ما كان في التزام، أو حاليا هو لا يوجد أي التزام. لو تحركت وشفت يعني كاميرا متجولة وناقل لنا مع زميلنا محمد فتح الرحمن، يوميا بيكون معنا عبر التي في وباك، وبنشوف حركة في الشارع يعني واضحة بتكون، برصد لنا الحركة، السوق يعني، حتى الاتصالات اللي بنتواصل من خلالها مع الضيوف الكرام، فبوضحوا لنا انه ما في التزام بالوجود في المنازل، حتى الاحياء الطرفيه ما في اي نوع من انواع الالتزام، السوق فاتح والناس بتشتري وعايشه حياتها يعني شبه طبيعيه. عارفين انه في كورونا ممكن يكونوا يعني امنوا او صدقوا الفكره دي، ولكن ما في التزام او ما قادرين يعرفوا خطوره المرض. لما يجيك الفيروس تنقله بايديك ويدخل لك في جسمك ويختار المكان اللي هو عايزه ويقعد فيه، ممكن يجيك في قلبك، يجيك في الرئة، يجيك في الكلى، يجيك في أي مكان. أنت ضامن أنه عندك المناعة القوية اللي بتقدر أنت تدافع بها عن نفسك من هذا الفيروس الخطير. فيروس صغير ولكن خطير جدا، خطورته كبيرة، الدول العظمى والمتقدمة صحيا واقتصاديا ما قدرت هي تهزمه، بل هو اللي هزم الدول دي، وهم اعترفوا بالحاجة دي. إذا كان بريطانيا ولا فرنسا أو حتى أمريكا، ويمكن الصين هي كانت البداية عندها، ولكن قدرت تحصرها في مكان واحد وقدرت تنتصر عليها بتضافر كل الجهات عندهم، الجهات المسؤولة طبيا وسياسيا وحتى المواطنين اللي التزموا بصورة واضحة. لما ننقل فيديوهات، لما تشوف فيديو مثلا لشخص مصاب، فيديو لشخص لا قدر الله توفى، فيديو لأسرة هي يعني مكلومة في ابنهم اللي إذا كان هو مصاب أو بنتهم مصابة أو متوفية بالمرض ده، أنت بتدرك خطورة المرض. عشان كده أي فيديو عندك أنت ممكن تنزله، كل الناس هي موجودة في السوشيال ميديا مع التزامها بأنها هي موجودة في البيت، البعض الموجود في البيت، ما في مؤسسات مفتوحة، ما في بنوك، ما في غيره، فبالتالي ما في سبب مقنع وقوي بيخليك أنت تطلع من البيت إلا لو عندك زيارات اجتماعية. زيارات الاجتماعية دي حتضر ربا نفسك وحتضر غيرك، الناس اللي انت ماشي تزورهم في رمضان. عندنا شوية على الشاي، معانا منوي على الشاي، محمد فتح الرحمن حنتقل له واشوفه مشى وزارة الصحة، وان شاء الله حيدينا معلومات اكيدة من مصادر الاولية. مرحبا بك يا محمد، انتقل لك. مرحبا بك يا رشا، ومن جديد نرحب بكل السادة المشاهدين الكرام في كل مكان، ورمضان مبارك عليكم مرة تانية، ونتمنى لكم نعمة الصحة والعافية، وترفعونا دوما في حلل العافية في سوداننا الجديد إن شاء الله. نحن نتمنى دائما أنه يزول هذا الوباء من هذا السودان، وننعم بنعمة الصحة والعافية. كورونا مرض خطير جدا، مرض فيروسي، مرض معدي، بينتقل عن طريق الاختلاط، عن طريق الملامسة، اختلاطك مع زول مصاب. ودي كثير أيضا كثير من الأشياء اللي تكلموا عنها الأطباء والناس المختصين بأمر الصحة في بلادي، من أجل التوعية، من أجل أنه يوعوا المواطن أنه ينتبه لخطورة هذا المرض. نالو أنت ممكن تفقد أعز ما عندك، وتفقد أسرتك، وتفقد حي بأكمله إذا تهاونت في هذا المرض وما التزمت بالإجراءات الصحية. أنا سعيد من داخل وزارة الصحة بولاية الخرطوم، نلتقي بالأستاذة صفاء السيد اختصاصي أول الصحة العامة. نرحب بك أستاذة صفاء، ودعنا نتكلم عن طرق الوقاية من هذا المرض. مرحبا بكم في ديارنا، والحمد لله رب العالمين.
نحن بذلنا دور كبير جدا جدا وجهدي ما عادي كان في غرفة الطوارئ من يناير. احنا بدينا وبدينا قبل ما تظهر اول حالة بمنتدى كبير سغافي، لانه احنا في الادارة العامة لتعزيز الصحة شغالين القسم بتاع الاتصال والتثقيف والتوعية تجاه الامراض الوبائية، ووفرنا العديد من المطبوعات فيها الرسائل التثقيفية والتعزيزية لمكافحة هذا المرض وللتغلب عليه بالوسائل البسيطة. وفي خطوات كثيرة طبعا بدينا انتهاجة عبر التنوير، كان عدة شركات وعدة شركات وعدة مؤسسات كانت حكومية وخدمية خاصة وغير خاصة وجامعات مبادرات جاتنا هنا أساس ننورهم منهم برضو لجان المقاومة في الأحياء، ننورهم عن المرض كيف تجنبه كيف الوقاية منه وكيفية علاجه. فالحمد لله رب العالمين نحن شايفين إنه دورنا كان على أكمل وجه وعملنا كثير في توعية الشعب السوداني ووصلنا أي حتة، نحن وصلنا أي منطقة أي محلية أي ريف أي قرية، وسائل التواصل دي كلها كانت معانا، كل الإذاعات والتلفزيون كان معانا في القصة بتاعت التوعية. بعدين عندنا الدور بتاع المحليات، إحنا عندنا مديرات تعزيز الصحة في كل محلية ديل بيدورهم بيشيلوا الشغل من هنا كله من الرئاسة بإنه يوصلوه عبر إعلاميين في الأحياء برسائل، ونحن بنشرف عليهم برسائل تثقيفية وتوعوية لكيفية تجنب المرض. لكن عندي تحفظات معينة في الوعي العام بتاع الشعب السوداني. طيب ده بيقودنا لسؤال يا أستاذ صفا، إنه إحنا الآن في مرحلة بتاعت انتشار مجتمعي للمرض، الآن المرض انتشر ما في له سيطرة، نحن كل يوم بنسمع إنه في تسجيل لحالات جديدة، الكلام ده لحد متين؟ نحن نتمنى إنه ربنا يعني يرفع عنا الوباء في هذا الشهر الفضيل. وده بيقودني لسؤال إنه الموجهات العامة أنت لكم كالإدارة العامة لتعزيز الصحة توجهها للشعب السوداني للناس اللي بتابعونا الآن إنه يلتزموا بشنو عشان ما نحن نقلل من حدة الانتشار لهذه الجائحة الخطيرة. وبعد ذلك برضو كلمينا عن إنه المجتمع السوداني، يعني أنت يمكن كلامي كانت قلت إنه في عدم وعي وإدراك من الشعب السوداني لأهمية خطورة هذا المرض. طبعا نحن طبعا شغلنا كان ميداني بالإشراف على المحليات والأحياء، وجدنا إنه يعني في استخفاف كان غير طبيعي من الأهالي إنه الكورونا دي ما جاتنا ما وصلت في السودان، متعلقة بالجو بارتفاع درجة الحرارة، إحنا هنا ناس جونا حار ما بتجينا، فيعني وجدنا عوارض كثيرة يعني وعقبات بجد في قصة إنه يفهمونا ويوعوا. إحنا كان الرسائل دي بنفس الجهد اللي احنا وصلناه الشعب السوداني استوعبها، ما اظن كان وصلنا حاله زي دي ولا كان وصلنا مرحله الوباء. السيد وزير الصحه ما قصر، يعني كل مره بطلع بيان بشفافيه تامه عن عدد الحالات وممكن تمشي لوين، وده انديكيتر انه احنا نصل يا مرحله. الحاجات دي كلها يعني ما كان في اي استجابه من الشعب السوداني فيها الا القليل طبعا، الناس الواعين ومتعلمين الفئه يعني الحريصه على انها تعيش في سلام. الشيء اللي ممكن أقوله إنه نحن الفيروس ده شايفه في بعض الدول، يعني بعض التجارب الدول بتقول إنه 3 شهور هو بيعيش في الموطن المعين وبيأدي دوره وبيطلع، يعني ممكن يصيب ما يصيبه، ونحن اللي في إيدنا إحنا نقلل الآلاف دي، يعني ممكن ما نصل الألف وبحاجات بسيطة جدا. إحنا نقلل مش نقلل، نعدم الزيارات بيننا وبين أختنا وبين أمنا وبين أبونا، إحنا كل زول يقعد في حتته. الشفافية للزول العيان المريض أعراض بتاعت نزلة عادية، أنت طوالي تحجر نفسك في البيت ما تتصل بأي إنسان من ناس البيت، تحجر نفسك حجر طوعي، تلبس كمامتك تعقم تغسل طوالي يدينك، ملابسك ما تخلطها مع ملابس الناس التانين المتسخة، تتغسل براها تتعرض للشمس، أنت ما تلمس أي سطوح ما تمشي أي حتة مع ناس البيت، ما تختلط بهم اي اختلاط، يعني التفاصيل الجوه الكثيره دي تخيل لي يعني الاعلام كان من البدايه واعي جدا انه يوصل المعلومات بتاعه طرق الوغايه، فهو طالما بيشبه الانفلونزا ولا الناس ما تستخف وتمشي تسلم وتمشي بيت البيكا وتمشي لا. وبعدين في يعني حاجه حاصله، الانسان اللي بيتوفى بكورونا ما المفروض الناس يعني تقعد في العزاء ولا تعزي، العزاء بالتليفون بس للناس اللصيقين للمتوفي، والناس اللي صغيرين المتوفي طوالي يمشوا يحجروا نفسهم
ويبلغوا. الفحوصات اكدت انهم ايجابيين، طوال يمشوا على العزل. في هسه في الناس بقى ذاتها ما بتمشي العزل، يقول لك انا لقيت نفسي بوزيتيف وقاعد في البيت. قاعد في البيت بتعمل في شنو؟ انت حتنقل لقبيله كامله، انت في امكانيتك قبيله كامله تصيبه. فلازم يا اخواننا من الاحتراز وما يستخفوا بالناس اللي معاهم. يعني ما في داعي لانه نكون عيان واحوم وسط الناس. الكلام ده خطا، لانه هي يعني ابسط الوسائل بينتقل بها مصافح، عطسه، قحه، دي مشكله كبيره جدا جدا. يعني اخطر من كده فيروس شنو؟ وبابسط الوسائل بنفس حجم الخطوره بتاعته، بابسط الوسائل احنا ممكن نتوقع منه. بس نبعد كل زول يبعد عن الاخر لحد ما تظهر شنو نتيجه الفحص، وبعد ذاك الحمد الله يعني. لكن الوعي مهم. شكرا لك الاستاذ صفاء السيد، اختصاصي اول الصحة العامة. كان حديث ضافي ومطوف. يمكن دي رسالتنا عزيزي المشاهد كل يوم من غرفة الكورونا، انه وزارة الصحة بولاية الخرطوم ليها دور واضح للقضاء على هذا المرض. انا بقول ان شاء الله كل الاحباب المشاهدين انه غدا ان شاء الله او قريبا ان شاء الله حيزول هذا المرض والوباء، وحنقدع الكمامات، حنصافح احبابنا، حنلتقي مع اللي بنحبهم، حنبني تماثيل للاطباء لجيشنا الابيض، حنصافح اي زول كنا زي ما قاعد نصافح، وحنزور الزيارات الاجتماعيه، ستفتح المطاعم والمنتديات والنوادي، وسنعم نحن جميعا في نعمه الصحه والعافيه بفضل الله. ويكون ان شاء الله تكون كورونا هذه هي امتحان من ربنا سبحانه وتعالى على الوباء وعلى البلاء وعلى الصبر وعلى المحبه ان شاء الله. ومن جديد ان شاء الله نعود الى خير وفير وننعم بنعمه الصحه والعافيه في السودان الحبيب. امنياتنا لكل المصابين بهذا المرض بنعمة الصحة والعافية، ولكل الذين إن شاء الله هم على غيد الحياة أن يدوم عليهم نعمة الصحة والعافية. وأعود من جديد إلى الزملاء في الاستوديو، وغدا إن شاء الله لنا لقاء آخر. شكرا محمد، وشكرا لضيفتك الكريمة أستاذة صفاء السيد اختصاصي أول الصحة العامة. معلومات مهمة جدا قدمتها لنا من خلال عملها الميداني، كما ذكرت في أنه لقيت استخفاف كبير، وناس أصلا تقول لك الكورونا ما جاتني، انت لازم تجيك حتى تصدق انها هي في كورونا. يعني العالم كله تغير، والانتاج في العالم كله اختلف وتغير. يعني بس تلفونك في يدك، ادخل اكتب الكورونا في العالم وجائحة الكورونا في العالم، بتلقي انه الدول العظمى الكبيرة اختلفت وتغيرت. الحياة لو كان طبيعية وما في كورونا كنا فتحنا المؤسسات وفتحنا الشركات والناس رجعت اشتغلت. يعني الدولة ما عندها مصلحة في انه هي توقف عجلة الانتاج، ما كان الحياة اختلفت ووقفت. يمكن الناس تستوعب انه في كورونا لما تلقى في شخص في الحي عنده وتسمع وتتكلم وتبدا تتناغل الكلام، حتبدا تصدق اكثر، لكن ما ننتظر الاصابه حتى نقتنع. ده من خلال عمل الميداني لاستاذه صفاء السيد. ادتنا نصائح برضو بعد ما تعرف انك انت اتصبت بالكورونا، عندك اصابه. يعني حديثه كان واضح جدا انك تعزل نفسك في مكان منفصل تماما، ما تخالط أفراد الأسرة خالص، تعقم طول الوقت، تغسل إيديك طول الوقت، ملابسك العايز تغييرها تطلع تفصيلها في مكان مختلف. معنى حديثة ده شنو؟ إنه أنت هدومك دي ملابسك حيكون فيها الفيروس، حينتقل يعني في السبت مثلا، خطيته في السبت الملابس المتسخة كلها حينتقل لباقي الملابس. يعني معناها في ضرر في الحكاية دي. ابقى تكفل نفسك تماما، عقم ملايتك اللي انت فيها، بطانتك اللي حتتغطى بيها او ملايتك اللي حتتغطى بيها او توبك ايا كان، ماسورة جنبك، حوض، حمام، او اي حاجة تكون جنبك، صحنك براك، معلقتك اللي حتاكل بها براك، اكلتها ما حتمد الاشياء دي ترجع اليوم، رجحتها اليوم الفيروس ممكن يكون في يدك، صح؟ حيكون في وسيلة، حاجتك انت براك. يعني افراد الاسرة عملوا لك اكل، حيشيلوا مثلا من حلة أو في كورة يكبوا لك في العدة اللي انت موجودة معاك، اللي هو صحن وصينية وكباية ومعلقة، دي حاجاتك انت مختلفة، شلتها دخلتها لناس البيت غسلوها جوا، معناها انت نقلت لهم كده الفيروس. وطبعا خطير جدا، ممكن ينتقل بسرعة كبيرة جدا، ولكن تعمل الاحتياطات اللازمة. ادتنا نصايح في الوفاة برضو، عرفت انه الشخص ده يتوفى بالكورونا، ما تقوم تجري وتلبس طوالة تمشي تقول ماشي تعزي، ممكن تكون وجعتك كبيرة، لكن وجعتك دي انت خليك قاعد في البيت عشان ما تزيد الوجعة على بقية الأحباب. ربنا يدي الصحة والعافية للجميع ويرحم اللي توفوا مننا 41 حالة. حنتقل امشي الكنترول اشوف مجهز لنا كمان مادة ونرجع. من أجل العمل على بناء سودان يشبه آمال وتطلعات الشعب السوداني وملامح من ثورته المجيدة، شهد مستشفى كوستي بولاية النيل الأبيض
إطلاق مبادرة يسلم السودان، وذلك بشراكة مع مؤسسات أكاديمية ومدنية وصحية ومالية، وتسعى المبادرة إلى توحيد الجهود بهدف سلامة الوطن والمواطن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال دعم بمعدات السلامة الشخصية للأطباء بجانب معقمات للمرافق الصحية والاجتماعية. الأهداف من هذه المبادرة هي توفير معدات السلامة الشخصية للكوادر الطبية الموجودة في النيل الأبيض من كمامات ومرايل ونظارات طبية وأغطية بتاعة رأس وأغطية للقدمين، بالإضافة لتوفير معدات تطهير المستشفيات. وبالشراكة مع ديوان الزكاة والقطاعات الشعبية والرسمية والمدنية، أسهمت المبادرة في توفير معينات طبية ومجتمعية لكل محليات الولاية، توزعت بين أزياء طبية ومعقمات للمشافي والمراكز الصحية والاجتماعية، تقليلاً من خطر الإصابة بالجائحة التي باتت تهدد الجميع. نحن في إطار المجتمع استهدفنا أصحاب الأعمال الهامشية وتم حصرهم على مستوى هذه الولاية، وتم دعمهم بمبلغ تجاوز 4 مليون جنيه، وكذلك الحمد لله كذلك الآن بالنسبة للكوادر الطبية اليوم يمكن يتم تسليم احتياجات خاصة بأمر السلامة بتكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه. وبخطى واثقة تمضي جامعة الإمام المهدي في إطلاق مبادرات تسهم هي الأخرى في التوعية بمخاطر الجائحة، خدمة منها لمجتمع الولاية وانطلاقا من مسؤولياتها المجتمعية في ولاية تجتهد في التوعية بمخاطر كورونا عبر جرعات تثقيفية وتدابير احترازية. وصنعنا عدد كبير جدا من المعقمات اللي هو تم توزيعها اللي هو داخل مدينة كوسي، وبعد ذاك مشينا لغرف فشوشوية وغيره مستمرين. بعد ذاك جينا حس حاليا اللي هو جينا في المبادرة الجديدة اللي هو وفي عملية بتاع التصنيع بالنسبة لمعقمات زي اللي هو الملابس بالنسبة للفئات الطبية المختلفة، الكوادر الطبية المختلفة، وإن شاء الله مستمرين في نشر الوعي ونشر اللي هو المساهمة الفعلية بالنسبة للجامعة في الوسط المجتمعي الموجود. وقد تسهم مثل هذه المبادرات في دعم الجهود الرسمية والشعبية لمكافحة جائحة كورونا وقاية منها وتقليلا من انتشارها في الفترة المقبلة. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي. أهلا جديد، شكرا زميل صديق السيد البشير مراسل الشروق بولاية النيل الأبيض، وضعنا في الصورة أكثر للاستعدادات لدحر جائحة الكورونا. برحب بك صديق معنا عبر الهاتف. مرحبا زميلة رشا الرشيد، مرحبا بمشاهدي الشروق في كل مكان، ورمضان كريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أمين يا رب. أستاذ صديق، يعني في استعداد كامل، يعني زي ما شفنا حتى يعني استوقفتني فكرة اللي هو أصحاب الأعمال الهامشية، برضو كان في اهتمام بهم وفي دعم، لأنه لما بدت الجائحة دي والناس بتقول الناس تقعد في بيوتها، فكلهم بيقول لك إنه في ناس شغل عمل اليوم باليوم، فولكن كان في اهتمام بالشريحة المهمة دي. نعم بالتأكيد، بعد أعلنة الولاية في قرار شهير جدا إغلاق كل الولاية، إغلاق حدود الولاية من جهات الأربعة حتى مع دولة جنوب السودان والولايات الأخرى، بجانب القرارات تشمل إغلاق الأسواق ما عدا البقالات والمحال التجارية التي تبيع الاحتياجات الضرورية للمواطنين، صيدليات، على 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 جزارات، على بقالات، على سوبر ماركت. أيوه. بالتالي تضرر أصحاب المهن الهامشية. من خلال مبادرة يسلم السودان التي تم تدشينها أمس من داخل مستشفى كوسي بإطلاقها من جامعة الإمام المهدي ودعم صادق من ديوان الزكاة والخيرين أبناء المدينة والولاية بجانب المجتمع المدني، أسهم ديوان الزكاة في دعم هذه المبادرة عبر شرائح ضعيفة أو مهن هامشية
بوسائل الانتاج كما ملكهم قبل رمضان وسائل انتاج تعينهم على 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 نكبات الدهر وادخال البهجه في نفوسهم وزياده دخلهم مداخيلهم. نعم. من خلال المبادره دوار الذكاء قدم لاصحاب المهن تقريبا وسائل انتاج ورؤوس اموال بجانب دعم اخر مادي يتعلق بتوفير معينات سلامه واجهزه طبيه ومعقمات وازياء طبيه للاطباء بجانب اتفاق مع قطاع وزاره الصحه بالولايه في توفير اجهزه بتاعت فحص للحالات الاشتباه بكورونا. فدي كلها جزء من المبادرات شامله الولايه او ابناء الولايه والمؤسسات الرسميه والشعبيه تنشط نشاط كبير جدا فيما يتعلق بتوفير الحد الادنى من الاجهزه والمعدات الطبيه خدمه لمواطني الولايه وسنه للدوله. نعم. طيب يا صديق، الحركه العامه في الشارع كيف؟ في التزام؟ الناس موجوده في بيوتها ولا في حركه طبيعيه؟ والله اعتقد انا ولايه النيل لابد من اظنها من في خلال قراءتي اليوميه لواقع الولايه بمدنها ومحلياتها المختلفه واتصالاتي المختلفه بمصادري وحضوري اليومين في السوق وفي في المؤسسات المختلفه التزام صارم تام فيما يتعلق بالحفظ بحظر التجول بمنع التجمعات الا للضروريات. التزام شامل وكامل حتى في المؤسسات المختلفه اغلقت ابوابها، المصارف مغلقه تماما، الناس ملتزمين التزام قاطع جدا بما يتعلق بالحظر حظر التجول ومنع التجمعات. الاسواق الا للضروريات. نعم. تمام. ده يعني كلام طيب. التزام قاطع جدا. كلام طيب. وشفنا المعقمات. نعم. حاجه بسيطه جدا فيما يتعلق بالمساجد يعني ملتزمين بصلاه التراويح لكن فيها سرعه يعني طيب دي برضه فيها خطوره يا صديق، دي خطوره عاليه جدا. لكن بس. العدد بس. في الصلاه يعني بيقول لك خمسه تسليمات والترشات تقول خمسه تسليمات والتراويح وما ما انا اقول لك حاجه، الفيروس انت مجرد ما دخلت نزل منك وقع في الارض، جاء شخص بعدك جاء سجت او جاب رجله مشكلة. خلاص الفيروس ده مسك فيك. مشكله. اي يعني هو ولو كان ما في مشكله فكان المسجد يعني كان الحرم المكي اتفتح وكان الحرمين يعني كان الناس عادي مشت تصلت وكان الناس مشت التراويح هناك، فبرضه دي فيها خطوره. التوعيه شغاله يعني. ان شاء الله التوعيه شغاله. أيوة. الاذاعه المحليه شغاله. شغل توعيه كبير جدا. انها نصره كامله اسمها نصره كورونا. انها برامج مختلفه للتوعيه. وسائل الاتصال الجماهيري برضه غرفه شغاله، مصدغات شغاله، كانت قبل رمضان شغاله حاجه متعلق بالاعلام المتحرك. الاعلام الجماهيري. توعيه صوتا ونصا وفيديو كله شغال. اثر اسهام كبير جدا في التزام الناس بالحظر. ايوه. هو الولايه ملتزمه تماما يعني. ملتزمه، هي فيها حاله واحده فقط مش كده؟ حاله واحده في الدراجل وولايه السلطات الصحيه ووزاره الصحه قامت بحجر كل اغلاق منطقه الدراجل لانها هي. أيوة. في شمال اقصى شمال الولايه. عملت حجز كامل للمنطقه ذاتها. للمنطقه ذاتها والاسره طبعا. كلام طيب يعني في نعم في اهتمام كبير واضح من الجهات المسؤولة. ما سجلت مضاجعات اي حالات جديده في الولايه حتى ظهور اليوم يعني. ايوه. انا بشكرك جدا صديق السيدة بشير مراسل الشروق من ولايه النيل الابيض، يعني كلامه طيب، في التزام وفي وعي كبير من الجهات المسؤوله وحتى من المواطنين كون انه يكون ما في حركه كبيره في الشارع. شكرا لك كثير يا صديق. شكرا جزيلا. نحن يمكن كل الناس من الأمس منتظرة تقرير وزارة الصحة الاتحادية وطلع قبل 10 دقائق وللأسف في 100 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا، 100 حالة جديدة يعني بالأمس كان 86 حالة، اليوم 100 حالة، ماشيين في زيادة وربنا يستر على الجميع. 100 حالة منهم 4 حالات وفاة. ولاية الخرطوم لوحدها فيها 86 حالة، شمال كردفان 8 حالات، والقضارف قضارف زادت 3 حالات، سنار 2، والجزيرة 1. الوفاتين سجلت في ولاية شمال كردفان، وفاة 1 في ولاية الخرطوم من ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقا، بينما سجلت وفاة 1 في ولاية الجزيرة للحالة اللي كانت معلنة اليوم اللي هي من ضمن 100 حالة. بكده بيرتفع
العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس من بداية الجائحة في السودان ل 778 حالة إصابة، فيها 45 حالة وفاة. من 41 مشينا ل 45 حالة وفاة. الولايات 14 ولاية هم المتأثرين بالكورونا. الخرطوم 680 حالة إصابة فيها، اللي هو من إجمالي ال 778، منها 680 حالة هي في الخرطوم. الجزيرة 30 حالة، القضارف 12 حالة، نهر النيل 5 حالات، غرب كردفان 4 حالات، سنار 10 حالات، شمال كردفان فيها 23 حالة، شرق دارفور حالتين، جنوب دارفور 5 حالات، شمال دارفور 3. أما ولايات النيل الأبيض، وسط دارفور، البحر الأحمر والشمالية فيها حالة واحدة لكل. 9 حالات هي شفيت. العدد الكلي للمتعافين 70 حالة. نسأل الله السلامة يا جماعة، لازم نخاف. 100 حالة جديدة. الناس تفقد وتشوف ناس الحي القاعدين معهم الحاصل عليهم شنو. الناس اللي لحد الآن بتطلع صينية وتقعد تفطر برا، الناس اللي بتمشي عشان تفطر مع خالته ومع عمته ومع ناس أمهم، ده ما وقته يا جماعة، ده ما وقته. ربنا يدي الصحة والسلامة للجميع. هطلع فاصل، حنرجع إن شاء الله من بعده. جديد مشاهدي الكرام في كل مكان، متواصل معكم خليك في البيت. وخليك في البيت هو غرفة ومتابعة لكل مستجدات الكورونا وجائحة الكورونا. اجتاحت كل العالم ودخلت السودان، وأصبحنا في ازدياد لعدد الحالات المصابة بالكورونا وعدد حالات الوفاة. ربنا إن شاء الله يرفع عننا البلاء. ونتكلم يمكن من النواحي الصحية الطبية، وكيف نعمل وقاية ونحن نزيد المناعة لأجسادنا، وكمان من النواحي التربوية والسلوكية. هتكلم عن زيادة الأعداد دي وزيادة التوتر حتى داخل المنازل والناس موجودة في البيت، كيف نقدر نتجاوز المرحلة الصعبة دي للجميع. معي عبر الهاتف برحب بدكتور أحمد المكذوب خبير التربوي. مرحبا بك يا دكتور. مرحبا بك كثير يا دكتور، تسلم ان شاء الله. يعني قبل ربع ساعة ظهرت لنا 100 حالة جديدة يا دكتور، نسأل الله السلامة ان شاء الله. وارتفع العدد في السودان ل 778 حالة إصابة بالكورونا، وفي 45 وفاة. وانا بتوقع بالمناسبة انه في ارقام ثانية الناس ما عارفة، الناس اللي قاعدين في بيوتهم لسه يا اما ما عارفين او لسه ما وصلوا للمستشفيات، نسأل الله السلامة. بعد الأرقام الكبيرة والزيادة الماشية فيها دي والوضع ما معروف نحن ماشيين فيه وعلى وين، بنتوقع أنه في كثير من التوترات الممكن تحصل للآباء والأمهات والناس الموجودة داخل المنازل دي. كيف نعمل حماية لنفسنا تربوية سلوكية نفسية عشان نقدر نتجاوز المرحلة الصعبة دي؟ ممتاز. هو في الحقيقة يعني سبحان الله، يعني أنا اطلعت على دراسة وعديد من الدراسة اللي حتى مرتبطة بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم، جعل من أراد أن يبارك الله له في عمره فليصل رحمه. يعني طبعا تنصل الرحم والأيام دي يعني ما مع الكورونا ما بتكون بالتغارب، لكن معنى الحديث أنه الإنسان يكون ودود. يعني فأكثر الناس يعني بيعيشوا فترة طويلة، يعني يصلوا 90-100 سنة، دي الناس ودودين، ما ناس يعني فاهم صراعات ومشاكل، وعلاقاتهم مع الناس طيبة وكذا، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يوم في عمره. فأنا يعني من خلال المنطلق ده نحن ندعو الناس أن يكون علاقاتهم طيبة، ما في داعي للشحناء ولا في داعي للبغضاء، والخير يسعى الجميع والفرص تسعى. يمكن الظروف المحيطة يا دكتور هي اللي بتخلي، يعني حتى لو الشخص هو هادي وما بيدخل في الصراعات الأسرية دي عموما، لكن وجود الناس في المنازل مثلا الشهر مضى ومعروف يمكن الشهر قادم أو أزيد،
والاعداد الزايده كمان للمصابين بالكورونا يمكن بتخلق نوع من التوتر كده وجو من التوتر في بعض الاحيان. نعم، وهو اذا كان التوتر ده اللي مشى عشان نحن نحافظ على نفسنا يعني ده ما بكون في مشكله. يعني اذا توتر منعنين مثلا، انا مثلا لما نسمع الخبر ده اول حاجه ما همشي الشارع وعامل حسابي لو لقيت زول يسلم عليه حد يحميني. اذا التوتر الجاي ده كويس، لكن احنا ما دايرين كمان برضه في المقابل في بعض الناس يعني بيخوفوا الناس شديد، يعني خوف يخلي حركه الناس اكثر واقفه وما فيها يعني مضر يعني للصحه ويأثر على الناس بشكل كبير. لان احنا بنقول لهم يعني احنا عايزين نخاف بحيث انه احنا نحافظ على نفسنا ونكون في وضع سليم دون ان يتضرر الشخص من المخاوف. ده هنا يكون ايجابي يعني معناه توتر النشا من الاحداث اللي قدامنا دي توتر طبيعي، لانه انا داير احافظ على نفسي، داير احمي نفسي، ما داير اتضرر بانه يحصل لي مشكله. بده يكون توتر طبيعي جدا. نعم، لكن اذا زاد التوتر وبدا الانسان حالته مشلوله ويتابع الصفحات ويتابع الاداء يعني بشكل فيه نوع من يعني زايد شديد، هنا بتكون في مشكله. يعني الانسان خلى حاجاته وخلى التزاماته ويعني اعماله وبدا بس هو مقاصد يعني الاعداد والزيادات والنقصان، هي بتكون اشكاليه فعلا. لكن كونه الانسان كان على الخبر ويعمل حسابه ما فيها مشكله، لكن اذا بقى زايد زي ما قلنا هي دي الاشكاليه، لانه بيكون لها معيقه. أيوة. ما بيقدر الانسان يعني ما بيقدر يتحرك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعود من ست حاجات، اللهم انا نعوذ منهم العجز والكسل. هو نعوذ بك من العجز والكسل. العجز معناه الانسان يعني هو عنده القدره لكن ما قادر. الطاقه النفسيه ما موجوده يعني عاجز. فالعجز ده حاجه تعب جدا يعني الانسان انه يكون او حاجه يعني تؤخر الانسان يعني الانسان هو داير يعمل حاجه لكن ما قادر. طيب يا دكتور، التوتر دي احيانا بيقوم بتسرب وبصل للاطفال حتى في طريقه التعامل معهم، لانه الوضع هو مختلف. يعني زمان في اجازات الاطفال في السنين الماضيه ممكن تعمل لهم كورس برنامج، تنزل لهم حكايه وتجيب لهم قصص في البيت، تجيب لهم تلوين اقلام. الان كل الاشياء دي هي يعني مقفوله في وش الاطفال ويلقوا نفسهم هم متوفرين في البيت، والاباء بيتعاملوا معاهم في الظروف ايضا المحيطه دي. فالتوتر ده احيانا بينتقل لتعامل حتى مع الاطفال نفسهم. كيف نحن ممكن نخلق للاطفال ديل جو يبعدهم من الخوف ومن الحاصل دي، في نفس الوقت نستثمر طاقاتهم دي بشكل جيد؟ ممتاز. والله افضل طريقه اللي هو نحن نحاورهم يعني جلسه الحوار دي. دائما الحوار اللي هو الونسه يعني دي هي اللي بتكون مفقوده. يعني احنا اصلا لما نقعد مع اولادنا بندي تعليمات. ايوه صح. لا يا ولد ما تطلع، ما تخش، ليه شلت دي غلط. ده ما حوار. كون ان احنا ندي اولادنا تعليمات عشان يعملوا حاجه او يخلوا حاجه، ده ما حوار. الحوار ده نسوي الناس معاهم. نكلمهم عن الكورونا، نكلمهم عن السياسه، اي حاجه نتونس معاهم ونس. يعني اذا احنا قعدنا مع اولادنا تونسنا معاهم هنخفف لهم التوتر. حيشعروا بالامان، حيشعروا بالثقه. نعم. قدراتهم حتزيد يعني. فبالتالي هم اذا عندهم مخاوف حيطرحوها لنا وحيلقوا مننا الاجابه الصحيحه. يعني الان المعلومه متاحه في السوشيال ميديا، يعني الواحد ممكن يكون خاش على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. يعني داري معلومه بالقاع. صحيح. لكن لما يكون والدين هم مصدر المعلومه بتاعته كده افضل. انا بضمن انه طفلي الطفل ده او ولدي ده بيلقى المعلومه مني انا، المعلومه اللي سبب له قلق، سبب له كده. لكن الان ممكن يخش اليوتيوب، ممكن يخش الفيسبوك، ممكن يخش يلقى المعلومه هو ده، لكن معلومه خاطئه. صحيح. ايوه. تعمل له تشويش وتاثر على. فلذلك الوالدين استثمروا الفكره اللي انهم قاعدين يتونسوا مع اولادهم ساعتين، نص ساعه، ربع ساعه، يحكوا لهم مواقف الازمات كيف الناس تتعامل معها، يحكي تجارب مواقف يسمع منهم المواقف اللي اثرت عليهم، يعني ونسه. لا فيها تعليمات ولا فيها فبالتالي الابن يشعر بامان انه والله ابوه والدين مرتاحين. في نفس الوقت اذا هو عنده حاجه عايز يسال منها بيقدر يطرحها. ايوه. لانه الطفل ده ما بيطلع الجواب ما لم يتاكد يشعر بالامان.
حتى في المدارس يعني مثلا انا في البرامج القديمه يعني الطفل ما ممكن يشارك لانه بخاف يقول لك والله لو سالته معناه ممكن يضحكوا فيني الناس او اذا سالته مثلا ابوي حشاكني مثلا او ما حشاكني لكن الونسه دي بتشيل الحواجز دي كلها وتخليه انه هو يكون عنده قدره انه يسال ويدي يعبر عن وجهه نظره وده نوع من الحريات يعني ولدك يعبر عن رايه يعني ما يكون في قمع يعني انت لا تتكلم معي لانه اذا هو خاف يعني من امه من ابوه معناه حيخاف ويسال ويعرف اي معلومه حتى من البعيد اذا كان أيوه. الاقرب له وهو ما كان عنده الجرأه انه يسال نعم بالضبط ايوه وده ما بيجي الا بالحوار نتونس معاهم ناخذ وندي معاهم ونسه يعني الونسه دي مهمه جدا يعني الواحد لو قعد مع ولده 10 دقائق تونس معاه بس ونسه عاديه كده دي يعني هو حيكون قدم له حاجه عظيمه جدا اول حاجه لما يلبس شغله بنفسه خلاه يشعر باهميته خلاه يشعر بانه عنده قيمه بالاعتبار يعني حاجات كثيره جدا حتشبع من العشر دقائق اللي هو قاعد معاه ويدرس تونس معاه نعم فجات نقول للاسر دائما اقعدوا مع اولادكم كنا سمحاهم حجروا منهم اسمعوا رايهم ادوا مراتهم احكوا لهم مواقف اسمعوا مواقف لهم هنا بتكون النتيجه فعاله جدا ولها اثر كبير في انه هم يكونوا يعني يعني ما عندهم توتر وخوف حتى اذا كان عندهم خوف حيطرحوا علينا وحتكون فرصه كويسه انه احنا نديهم الحلول الفاعله نعم يتعاملوا مع المخاوف دي حتى لا تتحول هذه المخاوف لاحباطات وسلوكيات تؤثر بشكل كبير وممكن لقدام اكتشافها حيكون صعب يعني للاسره يعني. صحيح. نعم بشكرك جدا دكتور احمد المجذوب خبير تربوي شكرا جزيلا للحديث الطيب وكلام فعلا هو حقيقي بلاحظوا له يعني حتى الامهات الابناء في اعمار ممكن يكونوا كبروا شويه اذا انت من الاول فاتحه معاه باب للحوار فده بيسهل لك ممكن مساله التربيه اذا كان في مرحله مراهقه او غيره فحكايه الحوار دي بنحتاج ليها لمرض الكورونا في انك تتوري خطوره المرض بطريقه بسيطه يعني ما يخاف بشكل كبير يعمل له ربكه حتى هو في ذهنه في تصرفاته ولكن المعلومه البسيطه الممكن هو قدر عمره يقدر يستفيد منها انه بس اديه معلومه انه انت بس كل شويه ادخل الحمام او امشي الحوض غسل يدينك كل شويه هو ده المعقم قاعد انت شيل عقم يدينك يعني حتى لو سال عنده الفضول عمره يعني بيخليه انه يسال ممكن تديه المعلومه قدر عمره إذا 6 سنوات 9 سنوات أو 10 سنين أكبر من كده طبعا عندهم وسائل بياخدوا منها المعلومة غير الأم والأب والأسرة المحيطة نستفيد من الوقت إن إحنا موجودين فيه وكلنا في البيت لأنه الفترة دي يعني ما حتكون طول العمر حيجي وقت من الأوقات حنرجع تاني لدوامتنا القديمة وكل الناس شغالة وكل الناس متحركة والأطفال نفسهم مدارسهم حتفتح فلما الحالية موجودة في الصينية دي إذا كان في فطور أو عشاء دي بتخلي الناس هي قريبة لبعض وتستفيد من الفرصة دي همشي نكنترول نشوف مادة مجهزينها لنا وحنرجع إن شاء الله نعلق عليها عشان أمهاتنا وعيون أطفالنا وأجدادنا وعمامنا وخيلاننا عشان أسرنا الممتدة عشان مجتمعنا الجميل بعاداته وبتقاليده يكون متعافى وسليم ابقى يا جماعة احنا لازم نتبع الإرشادات الصحية بخصوص الكورونا نحن قادرين نحمي نفسنا ليه؟ عشان نحن شعبي واعي من جديد تابعنا مع بعض المادة دي فيها جرعة توعية مهمة ومختصرة وواضحة جدا تصل لكل شخص العمل دي هو من إنتاج زميلنا في قناة الشروق زميل الإعلامي ناجي فاروق وغيره في فيديوهات يمكن أكثر من 50 فيديو توعوي بتقنية يعني اللي هي تقنية صحافة الموبايل اللي هو يعني قدم بها بصورة محترفة جدا لعمليات التصوير والمونتاج والتصميم وايضا الاخراج سعيد ان يكون معي عبر الهاتف مرحبا بك استاذ ناجي فاروق مرحبا عليكم السلام زميله العزيزه رشا كل سنه وانتم طيبه رمضان طيب كريم ان شاء الله ثم تفطر على خير عليك وعلى كل الزملاء الاعزاء في
مرحبا بك. مرحبا بك كثير يا ناجم. الفيديوهات الكثيرة دي لفتت نظر الجهات المسؤولة، وكان في اتصال مهم وجميل جدا من وزارة الصحة الاتحادية كصوت شكر هو لك ولما تقدمه وما قدمته من عمل توعوي للكورونا، وحيكون إن شاء الله حتى في تكريم في الفترة القادمة بإذن الله. بنبارك لك طبعا الإشادة والدور الكبير اللي أنت أيضا بتقوم به، والتكريم إن شاء الله مقدما. الله يكرمك. تسلم إن شاء الله. الله يكرمك. كل شيء صراحة يعني هي كانت فكرة بسيطة من خلال إنه نحن طالما نمتلك تقنية صحافة الموبايل وطالما في يدنا يعني حاجة بسيطة ممكن نحن نقدر نبرز من خلاله دور توعوي مهم جدا، كانت البداية في إنه أنا لازم يكون لي دور يعني في السياسة. يعني بديت من خلال خطة وضعتها، يعني إنه أنا في كل مرحلة ممكن أخطو لمرحلة ثانية. يعني البدايات كانت في الجرعات الأولية في مسألة الناس تغسل يدينا والناس تستعمل المناديل والناس تستعمل الكمامات وكذا. بعد في 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 كل مرحلة في كل خطة بدأت من خلال المطلوبات المهمة، من خلال كذلك الإرشادات الصحية من وزارة الصحة في إنه نحن نقدر نصمم يعني جرعات توعوية صغيرة جدا. صراحة يا رشا يعني في البداية أنا ما كنت متوقع إنه عندي التفاعل الكبير دي، والتفاعل ده كان هو الدافع في إنه أنا أصل اليوم إلى أكثر من 55 فيديو توعوي. التفاعل ذاته كان كيف كان؟ من خلال الفنانين. يعني أنا الليلة يعني قلت لي واحد من المطربين يا أخي داير فيديو توعوي، بلقاه هو سابقني في المجال ده. واحد من الدراميين أقول له داير فيديو توعوي، بلقاه برضه هو سابقني في المجال ده. الرياضيين، الإعلاميين، يعني رموز المجتمع صراحة ساعدوني كثير جدا في إنه قدموا نفسهم. وحتى كنت بلقى اتصالات من أطباء كبار جدا يعني إنه يقدموا فيديوهات توعوية، وفعلا يعني قدرت إنه أصل معنيين في مجالات مختلفة ونقدر نقدم يعني باقة متنوعة من خلال الجرعات التوعوية. نعم جميل. فكرتك من الأساس والبداية يعني ما كان عندك أي معينات مش كده؟ يعني الفكرة الأولى إنه انت حاسس انه الناس كان لسه ما مستوعب المرض، لانه انت بديت بدري خالص يعني من بدايه الجائحه في السودان، فشنو صحيح. كانت فكرتك الاولى والاساسيه؟ صحيح والله الفكره كانت في انه يعني في بدايات الحديث حول المرض يا رشا، الناس كانت يعني في السوشيال ميديا كانت متلهفه في انها تشوف فيديو، يعني ما دار تقرا ولا دار تسمع لكن دار تشوف، يعني متلهفه جدا في انها تشوف مادة بصرية. فكانت الفكرة في إنه أي طالما الناس راغبة تشاهد أكثر مما تقرأ وأكثر مما تسمع، فليه ما نعمل جرعات توعوية صغيرة جدا كده. والجرعات التوعية الصغيرة دي تقدر هي تجوب على السوشيال ميديا، يعني تكون سهلة الاستعمال في الواتساب، ما تكون تقيلة طويلة كبيرة جدا. يعني المسألة دي برضو يعني قبولة لدى المجموعات المختلفة دي سهل، برضو سهل لي كثير جدا. الدور الثاني الأكبر من كذا يا رشا في إنه صحافة الموبايل اليوم إحنا دائما قاعدين نكرر، يمكن إحنا في الشروق بدينا من فترة بعيدة جدا يعني مع الزميل العزيز شيبة في الأخبار في انه كان يستعمل صحافه الموبايل في انتاج التقارير، يعني بعد ذلك نحن جينا على هذا الدرب يعني. فكان برضه الالتفات في انه طالما في يدنا تقنيه بسيطه جدا وسهله ونقدر ننتج من خلال مواد سهله جدا، ليه ما نتجه لهذا الاتجاه يعني. ده استخدام جيد ممكن نقول للتقنيه عموما. التعامل صعب ولا سهل فكره انه بالموبايل وصحافة الموبايل أن يكون في عمل احترافي، يعني تصور وتنتج وتخرج وغيره من الأشياء المتعلقة بالعمل الإنتاج الإعلامي؟ لا قد يكون يعني الزول لما يسمع كده رشا قد يكون بيتهيب كده يقول لا والله المسألة صعبة جدا، كيف الزول يصور تصوير احترافي، بعد ذلك كيف الزول يمنتج، بعد ذلك كيف الزول
يعني يعمل التصميم وبعد ذلك كيف يخرج وكذا. لكن اذا انا قلت لك المساله دي كلها ما بتاخذ ثلاثة دقائق ما بتاخذ، باعتبار انه يعني هذه المساله سهله فيها سهوله كبيره جدا. احنا حديث سروق قدمت لنا خدمه كبيره جدا في انه مكنتنا من خلال المونتاج على الفيديوز على البريمير على الفاينل كات على الفيديو ادوب. لكن تقنيه برضه في تقنيه متميزه جدا في صحافه الموبايل الكينج ماستر، يعني المونتاج عمليه المونتاج صحيح في طرق احترافيه. عشان كذا احنا بدينا في انه والله احنا ليه جينا ده ما نوريه، ليه ما نعلمه، ليه ما نجربه. عشان كذا كان اتجاهنا في انه احنا ننشئ الرابطه الدوليه لصحافه الموبايل. يمكن كان الكلام في يناير عملنا الرابطه عشان ما نعلم، نحن نعلم الناس، نعلم القوى، نعلم الاعلاميين، نعلمهم كلنا، نمكنهم في انه يا اخي كيف يقدر يستخدم صحافه الموبايل، لانها هي سهله لدرجه بعيده جدا، فقط عباره عن تطبيقات يعني اي بعدين اي جوال، ما جوال محدد يعني اي جوال فيه ثلاثة تطبيقات، ننزل الثلاثة تطبيقات دي فالعمل بيكون مختلف ان شاء الله. جميل جدا، وانا بشكرك جدا على المعلومات القيمة، وبالتوفيق ان شاء الله دائما ناجي فاروق، ونسمع عنه كل خير، وان شاء الله نشاهد التكريم كلنا مع بعض بعد انتهاء جائحة الكورونا من السودان ان شاء الله، نحتفل به كلنا. شكرا جزيلا. زي ما ذكر ناجي تقريبا عدد 55 فيديو توعوي عبر تقنية صحافة الموبايل، حنطلع مع بعض نشاهد واحد من الفيديوهات التوعوية دي. عملنا شنو لكن يا حكم والناس ما تتجمع في الميادين. سمعتوا الكلام ده؟ طيب انتم متجمعين ليه، وليه ما نفذتوا القرار اللي بيقول ليه خليكم في بيوتكم؟ ليه ما مشيتوا بيوتكم؟ هذه كورة لكن في كورة؟ طيب الكرت الأحمر ده لأي شخص يعني ما بينفذ التوجيهات والإرشادات الصحية المتبعة في إدراء الوباء بتاع كورونا، وإنه كل واحد لازم يلزم بيته ويلزم أسرته. يمكن الدقيقة أو دقيقتين إحنا شاهدناهم مع بعض، يعني فيهم رسائل ورسائل مهمة جدا. يعني الناس عايزة تعيش حياتها طبيعي، والحياة والوضع أصلا ما طبيعي. عايز تلعب كورة، وعايز تطلع تمشي تتمشى، وعايز تلعب أي ألعاب. إذا للشباب طبعا ناس الكشتين والضمنة ودارين يقعد يشربوا الشاي، ستات الشاي، الحياة الوضع فيها ما طبيعي. أنت بتطلع بتجيب المرض لنفسك، وممكن ما تجيبه لنفسك بالمناسبة، ممكن تضر به أسرتك، ممكن أنت في نفسك مناعتك تكون قوية ولكن أسرتك والدتك تكون مناعتهم ضعيفة، والمرض يكون بالنسبة لهم قاتل. يعني ونحن أثناء الحلقة شغالة كان نزل تقرير وزارة الصحة الاتحادية، وللأسف 100 حالة جديدة مصابين بالكورونا، ومنهم 4 وفيات و9 حالات يعني تماثلت للشفاء. بكده بيرتفع عندنا العدد الكلي للمصابين بجائحة الكورونا لليوم الثلاثاء الخامس من شهر مايو ل 778 حالة، منهم 45 حالة وفاة و70 هم من المتعافين. ده الإجمالي لهم 14 ولاية هم تصابوا، في أرقام كبيرة بدأت تظهر أيضا في الولايات. نساعد نفسنا يا جماعة، الجهات المسؤولة بتحاول هي تقوم بدورها، نحن كمان نقوم بدورنا. إنك عندك تصديق وحاين به في الشارع، يعني ده ما بيجيب لك حاجة غير إنه يجيب لك المرض. يعني بقدر الإمكان الشديد القوي هو اللي بيطلعك من البيت، اضطريته شخص واحد هو اللي بيطلع من البيت يقضي كل المشاغل والاحتياجات، ويجي شخص ده عنده التزامات، عندك الكمامة، عندك الجوانتي، عندك ملابسك اللابسة حتطلعه وتغيرها، وتغسل يديك كل شوية لحد ما تضمن إنك أنت نظيف. نسأل ربنا السلامة إن شاء الله، وربنا يشفي الجميع المصابين 778 حالة، وربنا يرحم الموتى، وربنا كمان يعني يكتب السلامة لأهلنا ولأحبابنا، ونحمي نفسنا وصحتنا. كل التحايا لكم من داخل ومن خارج السودان، لكل الحابين يتابعوا كمان الحلقة إن شاء الله حتنزل على اليوتيوب، ممكن تتابعوها. وبقول لكم دائما في بداية وفي نهاية الحلقة، خليك في البيت، خليك في البيت حد ما ألاقيكم في أمان الله وحفظه.